البايب الجاكمان جاي ببايب كبير جدا. صوت الجاكمان بيبقبق ومطلع صوت سماعي. يا اهلا بكم متابعين القناه. الاخبار عاملين ايه؟ الموتوسيكل الجديد من تي في اس ال 200 سي سي الاقوى بالفئه دي. الموتوسيكل ده يا جماعه كان نفسي من زمان ينزل. علشان حب التفاصيل كده خليني اوريها لكم في الشكل والمواصفات وازاي الناس بتتطور شويه في النقطه دي. الموتوسيكل ده الناس ترجموا فيه حبه تفاصيل حلوه جدا. طبعا احنا تحت التجربه فلسه في حاجات مش راكبه، لسه بناخد له انطباع اولي منها. يا جماعه شايفين الكرسي عاملين لك هنا حته تفاصيل وفاصل هنا من الاخر، تصميم كرسي اول مره اشوفه في حياتي مع جو ايه اطاري كده، فمجسمين زي ما تقول كرسي 3D مع فكره اديشن رياضي شويه. حاطين لك فكره الار تي ار باستيكرات شكلها حلو بزاويه التانك، شايفين هي متطرفه يمين شويه. الالوان المختلفه عاملينها فايبر مش استيكرات ريس اديشن اصدار السباقات، مع حب التفاصيل زي الجنوط وحاطين لك عليها هنا ايه ستيكر وحاجات زي كده. بصراحه عاملين لك شكل حلو كمان هنا الفايبر اللي تحت ده بالمنظر ده. البايب الجاكمان جاي ببايب كبير جدا، البايب بتاع الجاكمان، وده اللي مدي صوت حلو جدا مع جاكمان، عاملينه باتنين فتحه. طبعا عاملين لك كمان هنا في ديفندر خلفي علشان يعرض لك الشكل الخلفي مع الاي دي في الفوانيس الخلفيه. ده انطباع اولي، ولكن المنظر العام لما تشوفها هيبسطك. هقول لك كمان حاجه، جايه بمساعدين شوا. لو ما تعرفش مساعدين شوا، دي المساعدين اللي بتنزل على الريسات الهوندا. المساعدين الامامي والخلفي من نفس الشركه، فبرضو يعني ايه الحلاوه دي. الشاشه شاشه عدلات زي بتاعه الهوندا ان سي ديجيتال بنفس الحجم ونفس لون الاضاءه، فكره حلوه جدا. كمان المساعدين الهاند بار معمول على المساعدين على طول. طب ده ايه الميزه فيهم؟ الميزه ان هنا قابلين ضغط النشفان وتبقى خفيفه او ناشفه سوفت ولا هارد، تلاقي اس و اتش. وكمان بيفصل الجادون عن بعضه علشان ده بيقلل وصول الاهتزاز ليك، ما يبقاش بار متصل كل الاهتزاز يوصل لك. افكار حلوه. طبعا في ال دي ورا قدام. شكل الموتوسيكل بصراحه ظريف جدا. الموتوسيكل ده بيجي بمحرك 200 سي سي كاربراتير، فهنلاقي فيه منافله. الفوانيس اللي قدام بتيجي فوانيس ال اي دي زي ما انتم شايفين فيها ليد هنا. مساعدين عاديه ولكن ماركه شوا. الديسك امامي وخلفي، دي حاجه حلوه. الجنط اللي قدام مقاس 17 عرض 90، والجنط الخلفي عرض 120، فكمان حاجه ظريفه. كمان عاملين لك المفتاح مفتاح بشفره يعني او بصعوبه شويه في النسخ، فحاجه ظريفه جدا. هطلع نجربه بقى. اول ما تركب الموتوسيكل ده تحس الانطباع الاولي اللي قاعده يا جماعه، كرسي مريح، البوزيشن ابن لذينه، رجلك داخله كده من جوه هنا، هتحس انك مبسوط جدا. طبعا من الحاجات الحلوه بصراحه ان التانك الشيب بتاعه مرسوم عليك، بعده على الجادون ظريف، فمديلك المنظر الحلو وانت راكبه، مستديك بوزيشن رياضي بس مريح في نفس الوقت. فكره العدلات الديجيتال والتحكم في الموتوسيكل والهاندلنج كلها حلوه. صوت الجاكمان بيبقبق ومطلع صوت سماعي ظريفه. وبعدين اللي بيسوق ريسات عارف ان السوزوكي فيه لمبه هنا، لما تجيب الار بي ام طبعا قابله للضغط، لما تجيب ار بي ام اللي انت عايز تنقل عليه بينور، فدي كمان فيها حاجه. مش تلمين لك كده افكار ريسات حلوه. طبعا التسارع بتاعها ظريف جدا، يعني التوب سبيد بتاع الموتوسيكل ده 150، فبرضه يعتبر من اسرع الموتوسيكلات في الفئه دي. الموتوسيكل ده يا جماعه بيجي من هند، من تي في اس. تي في اس دي اللي هي الوحيده تقريبا اللي عامله شراكه مع بي ام دبليو، فهتلاقي دايما كده اخدين لمسات حلوه جدا من الشركه دي. طبعا هي كان ليها هيستوري مع هوندا وليها هيستوري مع كام ماركه كده، فبصراحه بتحس ده في الايه في التجربه دي. انا مبسوط لفكره ان بس هندي ينزل بالكواليتي دي. احنا دايما اخدين الهندي بشكل تقليدي شويه، ما فيهوش اكشن، ولكن هنا بقى فيه اكشن شويه.
طبعا الموتوسيكل ده بيمشي باللتر حوالي 35 كيلو، ودي حاجة عظيمة شوية بالنسبة للفئة دي. صيني او المنافسين بينزلوا بيمشوا 25 كيلو بس، فده يعتبر 30% اكتر. ده كان انطباع اولي عن الموتوسيكل الاباتشي 200 سي سي الجديد. ان شاء الله ليه ريفيو وليه تفاصيل كتير جدا نقولها عليه، ولكن ده يعتبر اول وقت هقدر اقول ان الهندي ابتدى ينافس الصيني في الشكل كمان جنب الكواليتي اللي دايما بيديه. ان شاء الله الايام اللي جايه نجربه لكم، وتوقعوا كده يا جماعه السعر المناسب للموتوسيكل ده هيكون ايه، ومحتاجين تعرفوا عنه ايه، وهل الهندي لو شكله حلو بالكواليتي بتاعته يكون خيار منك خيار عندك، خصوصا لو قطع غير موجوده وليه ضمان طويل جدا، اطول ضمان في السوق 30,000 كيلومتر او سنتين او عايزينه اطول، قولنا في الكومنتات تحت، وان شاء الله نكلم الوكيل ونكون معاكم. نشوف انتوا عندكم فلوج ده يا جماعه. السلام عليكم.